لنا عصير بارد للشباب. على عيني تكرم. حلوة هالفيلا مو هيك؟ الله يهني فيها ويبعث لنا 1% مثلها ونحن قبلانين يا ستي. إن شاء الله، الله يطعمك. على فكرة الجو بجنن أستاذي، حطينا أهلا وسهلا أنسة جمانة، صباح الخير. أهلين صباح النور. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية، صباح الخير. بس ما نكون زعجناك. لا لا أبدا ولو، أهلا وسهلا. الحقيقة بحب هنيك على هالذوق الرائع، الحديقة كتير حلوة. شكرا يا أنسة، هي عيونك الحلوة. الله يسلمك. على كل نحن جاهزين، امتى ما حبيت حضرتك نبدا التصوير نحن مستعد. الله يخليكي وانا كمان جاهز، يا اهلا وسهلا مرحبا فيكم. تفضلي. شكرا. تفضلي يا اخ. شكرا. اهلا وسهلا. يسلم وديات استاذ. اهلا وسهلا مرحبا. استاذ عبد الغني، بتحبوا تاخذوا فكره عن الاسئله ولا نخلي المقابله عفويه؟ لا والله خليها عفويه بيكون افضل. كتير حلو، وانا كمان هيك بفضل. شو أستاذ بسام جاهز؟ جاهز أنسة. تفضل أستاذ عبد الغني. شكرا. 5 4 3 2. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عشنا وشفنا، والذي نستضيف فيه رجل الأعمال المشهور والصناعي المعروف الأستاذ عبد الغني لبصوني. فأهلا بكم أستاذ عبد الغني في برنامجنا ضيفا عزيزا، وأهلا بنا في منزلكم العامر. أهلا وسهلا فيكي، البيت بيتك. أستاذنا مثل ما بتعرفوا برنامجنا عشنا وشفنا عم يستضيف بحلقاته المتتابعة الشخصيات المرموقة اللي إلها وزن بالبلد واللي ساهمت بالنمو الاقتصادي والتجاري بقطرنا الحبيب، حتى أن نشاطاته شملت كافة الاستثمارات ومختلف المجالات. وبيصيرني اليوم أني أدمك للناس بهالحلقة اللي بتحمل عنوان سيرة رجل عصامي، حتى تحدثنا عن مراحل حياتك وكفاحك وتعبك وعرقك وجهدك حتى قدرت تحقق هالثروة الطائلة. أنا تحت تصرفك أنسة، تفضلي. والحقيقة أنا حابة أكد للناس بهالحلقة أنه ما في شيء يأتي من فراغ، وحضرتك طبعاً راح تساعدني بحديثك بإلقاء الضوء على هذا المعنى. بكل سرور أنسة جمانة، أنا بالخدمة. أستاذ عفواً، أسئلتي أحياناً رح تكون مباغتة ومفاجئة، بس صدقني ها أنا مالي أكريسيف، بس مثل ما بتعرف حضرتك برنامجي بيعتمد على الصراحة والمصارحة وبيلجأ أحياناً لاختراق الجائز والممنوع. خدي راحتك واحكي مثل ما بتريدي يا أنسة. أصلاً التحفظ واختيار العبارات المنمقة والتعابير المزبطة صار من مخلفات الماضي بالخمسينات والستينات، وأسلوب الحوار هلأ بهالعصر اختلف لأنه الناس تنورت وشكل الخطاب الموجه للناس اختلف، وهذا كله طبعا بفعل الحضارة والانفتاح. عظيم كتير، أصبح نحن متفقين. السؤال الأول أستاذ عبد الغني، أنتوا بمشاريعكم الصناعية التنموية يا ترى كان إلكم شراكة مع مسؤول؟ لا لا أبدا، أنا ما لحقت هالموضة منوب. أي موضة؟ يعني اللي بقصده إنه الموضة ماشية بهالأيام باتجاه أن يكون المال والتمويل مدفوع من الشخص يلي بيكون متغرب عن البلد أكثر من 30 سنة وملعون أبو جده حتى قدر يجمع ثروته، والدعم من بعض أشخاص موجودين بالسلطة وبيتمتعوا بالنفوذ والسلطان. بس أنا ربك حميد ما وقعت بهالفخ. ليش حضرتك بتعتبره فخ ولا شطارة وذكاء؟ أنا بعتبره فخ لأنه ما بتعرفي إمتى هالمسؤول الوديع والحمل الرضيع رح يكشر عن أسنانه الزرقاء ويلتهمك أنت وسروتك وعيلتك وما لم الفراش، ورح يقول ما شفت شي وهو عم ينكش أسنانه بعد ما التهمك. طيب عفوا حضرتك ما تعرضت لأغراءات المسؤولين؟ يعني معقول ما يكون حدا منهم عرض عليك الشراكة باعتبارك صاحب ثروة طائلة؟ بلا، وللأمانة والصدق عرضوا علي كتير، شي بروس شي بلا روس. يعني انعرضت علي الشراكة من مسؤولين صغار وكبار،
ناس بشكل علني وناس بشكل سري. طيب شو كنت تعمل حضرتك؟ شو كنت أعمل يعني؟ كنت اعتذر برقة وأصرفهم عني بالحسنة، وكنت حسسهم أنه أنا مالي بحاجة لدعمهم، لأنه ثروتي غير مشبوهة، ومالي آكل بيتنجان مر حتى يمغصني بطني. ولا تنسي كمان أنه المال له هيبة وسطوة وقوة، خاصة إذا كان هالمال عم يشغل آلاف العاطلين عن العمل في هذا الوطن. وما في حدا ضايقك أو زعجك؟ لا يا آنسة، شو عايشين بغابة نحنا؟ بس أنت يا أستاذ عبد الغني عم تناقض نفسك. شلون يعني؟ يعني قبل شوي قلت إنه بياكلوك وبيفترسوك، وهلأ عم تقول إنه نحنا ما عايشين بغابة. طيب أنا رح أشرح لك. الواحد لما بيشارك شخص ما من السلطة، معنات هالشي إنه رح يكون له بعملك وشغلك رأي معين باعتباره شريك، ورح تحتدم الآراء ووجهات النظر ويدب الخلاف، ووقتها بيجي دور التكشير عن الناب. بقى ليش حتى حط حالي من الأصل تحت هالظرف المزعج؟ أي بس في ناس كتار مشاركين بعض المسؤولين المهمين بالوطن العربي وماشي حالهم وعين الله عنهم. يا ستي يتهنوا والله يسعدهم كمان وكمان، بس أنا مالي بحاجة لهالشي يا آنسي. بعدين بيني وبينك، في بعض المسؤولين، مو كلهم طبعا، تعميم هون ما بيجوز لأنه في مسؤولين بينشربوا مع المي العكري. المهم في بعض المسؤولين لما بيشوفوا الواحد عم ينافق ويجامل ويساير عكس قناعته ويتلاطف زيادة عن اللزوم وعم يندس فيهم ويتمسح على أعتابهم ويكولوكلون، بيستوطوا حيطه، بيحسوا إنه هالشخص لقلوق وبيحتقروا ضمنيا ولو إنهم عم يستفيدوا من وراء. وأكبر غلط يا آنسة هو إنه الواحد يظن إنه هالمسؤول هو الملاذ الآمن إذا دلهمت الخطوب، والمرجع القوي عند النوائب، والسند الذي لا يتزحزح ولا يزول لأنه بيوم من الأيام رح يزول. طبعا هيك سنة الكون. لا هيك سنة السياسي. أستاذ عبد الغني أنا ملاحظة أنه ثقافتك ما شاء الله عالية كتير. ليش ضروري يكون صاحب المال غشيم وجاهل؟ ولا بدك ياني مثل خوري حلبون؟ طيب أستاذ ممكن تحكي لنا هيك لمحة عن حياتك وطفولتك؟ الحقيقة يا آنسة طفولتي كانت صعبة كتير، بس من صغري كنت طموح، وكنت أطلع من المدرسة وأركض على الفرن يلي كنت أشتغل فيه مشان ساعد أهلي، وياما كتبت بإصبعتي على حيطان الفرن المغبر بالطحين رح تعلقي بإيدي يا سروي مثل ما بيعلق الزرب العروي. أهلك كانوا فقراء يعني؟ بالضبط. ولما وعدت أمي أني رح أكبر ورح يصير معي مصاري ورح أرجع لبيتها يلي بعته مشان تربينا، كانت تطبطب لي على كتفي بشفقة وهي عم تقول إن شاء الله يا أبني إن شاء الله. ولما قلت لها لستي رح أشتغل ليل نهار مشان رجع لك سوارتك يلي بعتيها مشاننا، سلختني طيارة الله يرحمها وقالت لي عيش يا قديش، عمرك ما رح تصير غني يا عبد الغني. يعني طفولتك كانت معذبة. فيك تقولي هيك شي. ولما صرت بالبكالوريا كنت أطلع على الأسطوح وأدرس بأيام الدفا، وبأيام البرد كنت أدرس بالليل بالفرن المسكر، هيك لحتى نجحت بمجموع ممتاز ودخلت هندسة ميكانيك. بس بصراحة بالجامعة اتضايقت من فقري كتير، وما كان يصح لي وقت حتى أشتغل بسبب انهماكي بالدراسة. لكان شلون كنت تدبر حالك؟ كنت فوت للمحاضرة قبل بساعتين وأحجز محل الطلاب، وكانوا يعطوني كم قرش مقابل هالشي ومقابل كتابتي لهم بعض النوتات والمحاضرات، وكنت أقول شغل مو عيب وقل اعملوا والعمل شرف إلى آخره من هذه العبارات، هيك لحتى تخرجت بمجموع ممتاز. أي يمكن هالشي هو اللي فتح لك بواب عريضة للعمل؟ لا والله وأنت صادقة، عضلاتي القوية هي اللي فتحت لي باب ضيق للعمل، ولهالسبب اشتغلت على التال بمعمل نسيج. بس ما في يوم من الأيام فقدت الأمل والثقة بالمستقبل يلي عم ينتظرني. صحيح أستاذ، وبيقولوا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. المهم إجانا على المعمل مهندس ألماني عجبته بنشاطي وقدرتي على العمل والتعلم، وطلب مني أني رافقه باستمرار. وأكيد أخذك معه على ألمانيا وهنيك عملت ثروتك. لا لا مو هيك القصة يا آنسي، القصة أني أنا تعلمت من هالألماني التنظيم والدقة، وصرت أعرف آلات المصنع
مثل ما بعرف باطن كفي، وصرت عاملها كأولادي وشغلها بطاقتها القصوى بمنتهى السهولة، وهالشي خلى صاحب المصنع يخصص لي نسبة معقولة من أرباحه. أيوة هلأ فهمت علي، يعني هالأرباح هي كانت نواة ثروتك ومن هون انطلقت. لا والله يا آنسة، لأنه هالأرباح هي يا دوب سدت التزامات أسرتي ومصاريفها. بس الحقيقة أنا تسوقت خيط رفيع من مصر وبرته 36 مليمتر ونسجته على الآلات بإيدي، فطلع معي بالنتيجة أنعم قماش شافته البلد بالستينات، وكانت الناس تسجل طلباتها مشان تشتري هالقماش قبل 6 شهور. فتصور أصبح مصدر غناك من هالقماش الناعم اللي أنت نسجته. لا والله يا آنسة مو بالضرورة، لأنه مصاريف العيلة كانت كبيرة وكان لازم دخل إخواتي على الجامعة واتكفل بمصاريفهم، والحقيقة مشوار العمل كان لسه طويل قدامي. أصبح شو سويت وقتها حتى قدرت تجمع هالثروة؟ يا ستي درست آلات النسيج اللي عندي منيح كتير حتى قدرت أصنع المخمل من الآلات اللي بتصنع بشكير، والله وفقني والحمد لله. يعني من ورا هالشي قدرت تحقق ثروة؟ مو ثروة بالمعنى الحرفي، بس رغم هالشي قدرت اشتري المصنع من صاحبه بعد ما ركبته للديون. أصبح مصنع المخمل هو اللي لبسك المخمل؟ لا والله، المخمل شلحني صندل وعصر فوق راسي خردل. خير ليش أستاذ؟ لأنه شريكي استكتر علي المعمل اللي اشتريته بجهدي وعرقي وحرق لي المعمل وصفيت على الحديدة. بصراحة يا أستاذ أنت مثال نادر للصبر والمثابرة. الله يخليك يا رب. لكان شلون تشكلت معك نواة الثروة؟ بالثمانينات اخترعوا خيط اسمه خيط الليجرا، وعرفت أنا أنه رح يكون له القماش مستقبل، لأنه خيط الليجرا بتنصنع منه الملابس الضيقة والنسوان بيحبوا هالشي، وكانت ضربة العمر بالنسبة لي. ها هون مربط الفرس، أصبح من هون إجت ضربة العمر. هو هيك أنا ظنيت، بس الضرائب هلكتني والمالية دبحتني ودبرت لي ضريبة بمفعول رجعي لورا 15 سنة مع فوائد تأخير، ولما عجزت عن دفعها حطوا إيدهم الكريمة على المعمل، يعني ألعن من التأميم الذميم، وصفيت على الحديدة بعد 20 سنة عمل وجهد وعرق. يا حرام فعلا شي بيقهر. بيقهر وبس يا آنسة جمانة، أنا بهداك اليوم اكتشفت أنه الإنسان بهالبلد بيقضي عمره كله مثل التور المربوط على الساقية، وبيحرق أعصابه وبيفني شبابه وبيشتغل وبيتعب وما بيقدر بالأخير يصمد قرش واحد، وبيطلع مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام. عفواً أستاذ لبصوني، أنت فعلاً حيرتني وخليتني أنا والأخوة المشاهدين مندهشين بالكامل. ليش بقى؟ لأنه لحد هلأ ما قلت لي منين جبت ثروتك. يا ستي تكرمي، راح أقلك، أنا إلي عم بأستراليا من 50 سنة عايشة هنيك، وما أتجوز، توفى بليلة ما فيها ضوء أمر الله يرحمه، وترك لي ثروة تقدر ب90 مليون دولار. يعني ثروة؟ يعني هالبلد ما عطتني شيء. معقول؟ إيه لكن شو مفكرة؟ أنا الحمد لله لا سرقت ولا ارتشيت ولا أكلت حق مظلوم ولا مديت إيدي على الحرام، وقبل كل شيء بخاف الله بأسرتي وعيالي وبلدي بالرغم من كل شيء. Thank you.
عشنا وشفنا، عشنا وشفنا.